بشار الأسد على شاشة التلفزيون السوري خلال مشاركته في الاحتفال بالمولد النبوي الشريف بأحد مساجد دمشق. وبث التلفزيون قالت لجان التنسيق المحلية في سوريا إن عدد القتلى في أعمال العنف بالبلاد تجاوز 136 قتيلا الخميس، أغلبهم في دمشق وريفها وحمص. يأتي هذا فيما تستمر الغارات الجوية على حمص ودرعا. إلى مالي للمشاركة في العملية العسكرية الفرنسية في شمال البلاد، كما وصل إلى العاصمة مجموعة من المسلحين انشقاقها عن جماعة أنصار الدين في مالي واستعدادها لإجراء مفاوضات سلام. وقد استعادت بلدة ديابالي شمال مالي الهدوء بعد أيام من المواجهات الطاحنة بين الجماعات المسلحة المرتبطة بتنظيم القاعدة والقوات المالية والفرنسية، كما بدأ عدد من الأهالي بالعودة إلى منازلهم. قال رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن عبد الإله الخطيب إن الهيئة لم تتلقى أي شكوى من أي طرف من الأطراف. وأضاف الخطيب خلال مؤتمر صحفي في عمان أن هناك تجاوزات صغيرة حدثت لكنها لا تخل بمجمل العملية الانتخابية. شككت جبهة العمل الإسلامية ذراع السياسي لحركة الإخوان المسلمين في العملية الانتخابية برمتها، وانتقدت الجبهة استخدام المال السياسي، كما طالبت بتوافق وطني أردني على النظام الانتخابي. وتتابعون في الرياضة بعد قليل. فقرة رياضية مع أحمد السيد. انضمت ألمانيا وهولندا إلى بريطانيا في دعوة كل مواطنيهما إلى مغادرة مدينة بنغازي في شرق ليبيا بسبب تهديد محدد للغربيين. وكانت وزارة الخارجية البريطانية طلبت من رعاياها مغادرة بنغازي على الفور وبررت. يعقد رئيسا السودان وجنوب السودان قمة على هامش القمة الإفريقية العشرين بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وتناقش قمة البشير والسلفاكير القضايا العالقة بين الخرطوم وجوبا، لا سيما ملف الأمن على الحدود. رفض يائير لابيد رئيس حزب يش عتيد الإسرائيلي الذي احتل المركز الثاني في الانتخابات التشريعية تشكيل جبهة مشتركة مع المعارضة اليسارية والوسطية، وبذلك يقترب لك. العراق سحب التيار الصدري وزراءه من اللجنة الحكومية المشكلة لمتابعة ملف المحتجين في عدد من المدن. وقال التيار الصدري إن قراره يشكل احتجاجا على ما قال إنه عدم قال المرشح لتولي وزارة الخارجية الأمريكية جون كيري إن الولايات المتحدة متمسكة بالحل الدبلوماسي للملف الإيراني النووي. وأكد كيري في جلسة استجواب أمام مجلس الشيوخ الأمريكي أن واشنطن ستقوم بكل ما يلزم لمنع طهران من التزود بالأسلحة النووية. جلسة الاستماع في الكونغرس شهدت حدثا لافتا، حيث قاطعت إحدى السيدات كلمة جون كيري واتهمته والإدارة الأمريكية بتسبب في مقتل الكثيرين في الشرق الأوسط عبر السياسات المؤيدة لإسرائيل.